على الجامعة. ايوه رجعنا الجامعة تاني. رجعنا الجامعة تاني. كالعادة لا مش متأخر بس ورايا ميعاد. الجو برد. بسم الله. تعمل ايه لما تكون متأخر على ميعاد؟ تيجي. وبجري. شكرا. جاب العده النهارده اهو. دوس مع بتاعتوش صلاح اهو يا رجاله. ليه؟ اوكي. اه هو ده انا عايز اعمله. حلوه. اجهز. دي مناقشه مشاريع التخرج بس على مستوى كبير شويه. دول الطلاب اللي هنا كده. رئيس كل قسم موجود وعميد الكليه نفسه موجود. فلا موضوع عائله كبيره يعني. كلهم عاملين الطياره في الغالب يعني. لا مش كلهم عاملين الطياره. لا بس شغلي حلو. المفروض كنت قابل صلاح اتكلم معاه بس صلاح مشغول يا عيني. طيب هنقابله بعدين. اه بس دي حاجه ايه الرجلين دي؟ لا ده ترايبود يا حاجه جميله خالص. عمرو الشريف هو ده. ايه ده؟ دي غواصه ولا بتمشي فوق الميه؟ تمشي فوق الميه فوق بس حلو قوي. في كاميرا، دي كاميرا صح؟ عايزين نعمل الفيديو قريب. هو اول مره يحصل موضوع المشروع ده، اول مره كده اشوفه. لا عشان كده كنت مستغرب. كيمو بص ماشي لله وبالوطن. عامل ايه؟ عامل ايه؟ ماشي حبيبي. السلام عليكم. عامل ايه يا رجاله؟ مستر مارك ده رئيس الاكاديميه. طيب ايه ده؟ ترايبود. ايه؟ ترايبود. ابحرنا ناس. حاجة؟ شكرا. جود. تعالى وتعالى. صلاح انا بقى عرفت عايز اعمل ايه الفترة الجاية. الفترة الجاية عايز اشتغل على كذا بروجكت منهم البروجكت ده. UAV اللي هي طيارة من غير طيار، تمام؟ المفروض ان صلاح هيساعدني اعمل حاجة زي كده. تعالى صعب. هو المفروض ان في ورك شوب هي موجوده في الجامعه عندنا هنا، تمام؟ منظماها روبن بالاتفاق الاكاديميه والاكاديميه جابت انستراكتورز من شركه ارابتك. تمام. مين بعرابتك؟ ارابتك هي شركه متخصصه في الكترونكس وروبوتكس، تم انشائها عام 2011 على يد الباشمهندس عبد الله هندي. دلوقتي الحمد لله احنا شغالين في اكثر من مجال، ابرزهم واهمهم ان احنا اكبر مستورد لكومبوننتس يونيفرس. عندهم يعني عندهم خبره كبيره جدا في الطياره من غير طيار، تمام؟ ايه بقى الورشه هتتعمل في الشغل؟ الورشه اللي هتكون موجوده هنا ان شاء الله في الاكاديميه هي ازاي تصنع طياره بدون طيار فروم سكراتش. اول حاجه هنعلمك طريقه الطيارات بدون طيار وازاي جت فكره انشاء. ثاني حاجه اساسيات البروجرامنج الخاصه بالتعامل مع المايكرو كنترولرز والامبيد سيستمز. تمام. عشان ما كده ناخدك لمرحله ثانيه اللي هي ازاي تعمل اوتو بايلوت سيستم فروم سكراتش انت بنفسك بارخص مكونات. حلو. باستخدام الاردوينو او الراسبيري واي او ايا كان المايكرو كنترولر. حلو قوي. بعد كده ان شاء الله هناخدك على سيشنز خاصه بالسوليد ووركس هتتعلم فيها ازاي تعمل ميكانيكال ديزاين للبادي، تحسب الحسابات الخاصه بيه خاصه بالطيارات وتعمله ديزاين فروم سكراتش بارخص المكونات. الهدف العام ان احنا نعلمك شغل الطيارات بدون طيار بحيث تبني عليه بزنس فرص. بره دلوقتي احنا عندنا شركات تغل في مجال الطيارات بدون طيار، تصوير الملاعب. ثاني حاجه ممكن تعمل اريال سيرفي. اريال سيرفي دي يعني ممكن ارفع 3 دي اوبجكتس، اطلع مثلا مبنى قدام ده 3 دي عشان اخد منه المساحات اللي انا عايزها. زي ده مثلا كده مبنى كبير بالظبط، عايز اعمل له سكان كبير كده من فوق. ده لو انا جيت اعمله بالطرق العاديه الخاصه بمهندسين مدني. تمام. حاجه اسمها اللادار او الليدر سكانر ممكن تاخد معايا اسبوع. تمام. بالطياره تاخد معايا يوم. يوم بالطياره بالظبط. فده يبقى ممكن تفتح بيه بزنس. بالظبط. تمام. بس طبعا انت عايز تعرف ازاي تتحكم بالطياره، ازاي تشتغل، ازاي تعمل كل الحاجات دي. احنا بقى هنعلمك. تمام. ازاي تعمل الكلام ده كله. حلو. باذن الله تعالى في ورك شوب. الهدف البعيد ان احنا باذن الله تعالى هنعمل مسابقه طيارات بدون طيار هنا في فرع القاهره في الاكاديميه، بحيث ان فرع القاهره هيكون مشهور جدا بالطيارات بدون طيار. طبعا الكلام ده حتى الناس اللي غير الاكاديمي من بره الاكاديميه صح؟ ناس اوت كامرز ممكن يجوا يا فندم. هحط تحت في اللينك في الديسكربشن تحت اللينك على بتاع الايفنت في كل التفاصيل، ممكن حتى تتواصل معاهم وتشوف انت وانت عايز تتعلم، عايز تشوف انت السعر المكان، تعرف كل الكلام تحت.
الديسكريبشن تحت. تمام، زي ما انت شفت كده، زي ما صح ايمن شويه، حتى لو انت مش مهتم طياره من غير طيار، هو هيعلمك تولز تستعملها في حاجات تانيه بعد كده كتير. افرض انت مثلا عايز تعمل عربيه، عاوز تعمل مشروع تخرج تاني، هتفيدك في حاجات تانيه بعد كده قدام. هو انت كده كده مش خسرك حاجه. تمام، وانا شايف ان السعر الكورس كويس، مش وحش، ان شاء الله هاخده. يعني عايز حاجه تانيه؟ عايز نبدا حاجه الارب تك شغاله في مجال الطيران بدون طيار على المستوى البحثي الاكاديمي. تمام، ان احنا ما نحبش نضر بالامن العام. حلو، كويس، يعني اللي هي عشان مشاكل امنيه يعني. بالظبط، تمام كده، حلو جدا. شكرا صلاح حبيبي. نور عامل ايه يا راجل؟ صلاح ايه المفروض؟ كل خير. مصطفى ظهر معايا في الجزء اللي فات. مصطفى ده صح، عملنا مع بعض كذا بروجكت قبل كده. هو طبعا الترم اللي فات ما كانش معايا في اي حاجه، فده ما كانش بيظهر معايا في اي حاجه غير مره او مرتين بس. احنا الطبيعي بنشتغل مع بعض، ان شاء الله هناخد كورس مع بعض، كورس الطياره المضاده. احنا هنشتغل مع بعض، هناخده بطريقه تفصيل، هنعمل حاجه ملموسه متعلقه بالمجال بتاعنا. هي ايه بقى؟ بتكلم يا ابني والله يا ابني فاجئتني. هنعمل مثلا ايه؟ هنعمل قفل نغير الشخصيه اللي كانت قاعده جنبي. الصوت كان قاعد جنبي ما بينطقش. لا هننطق بقى شويه. هكون بقول ايه؟ والله ما فاكر كنت بقول ايه. هنشتغل في الطياره والكلام ده وطول الترم ده مع بعض في الكورس، ونحاول على اخر الترم نعمل الطياره. تمام؟ سواء بقى فيها يعني فيها فانكشن او لا. تمام، دي من ناحيه الطياره. بحاول بقى اعمل حاجه ثانيه خالص، اللي هي اعمل ايه؟ احول عندي الاوضه سمارت روم. هتخلي حياتك اسهل. حياتي اسهل بالظبط. تخلي مثلا ايه؟ الباب يفتح. عارف فكره ديكستر؟ كان في المعمل عنده اللي في الاوضه وكده. ايوه، اللي بعدها المعمل بتاع ديكستر. حلو جدا الموضوع ده. جامد جدا. فاحنا ممكن بقى ايه؟ نقعد بقى نخلي الباب يفتح بالريموت. فاهم؟ المروحه مش عارف تعمل بايه؟ اللمبه منبه يصحيك بالضرب. فاهم؟ انت ربطت بقى، عملت هنا ده. ومش شرط يا مهندس، يعني مش شرط ان انت اسمك مهندس عشان تعمل الكلام ده. النهارده اليوتيوب سهل لاي حد ممكن يتعلم الالكترونكس والكلام كله ويشتغل فيه. كله لاين، ادخل يا معلم اضرب. انا هعمل كده حتى، يعني انا هبعت لك تقف معايا، ممكن اروح اسال فيها دكتور او كده، بس الاغلب الشغل بتاعي على النت اونلاين. تمام؟ وبرضه الحاجه الحلوه ان احنا نخلي بتاع ايه؟ تكلفه عاليه شويه. نخليها لوكو. هو انا كده بقى فوق كده عرفت انا رايح فين. هو الفيديو اللي قبل كده انا ما كنتش عارف انا رايح فين. انا تايه في قلب الدنيا. تمام؟ ان شاء الله على الاقل في الترم ده انا هعمل ايه؟ وخرجت من كل الشغل اكتيفيتي عشان افضل الموضوع واخد اكسبيرينس جديده. ممكن تبقى اكسبيرينس هعرضها في الفلوج، بس بالنسبه لك حاجه جديده. انا مثلا ابقى عندي طياره الترم ده، وفي نفس الوقت بحاول احول اوضتي لحاجه مرتبطه بمجالي او شغفي. ده حقيقي. وبعدين بقى اللي جاب حاجه زي كده هو حاجه بيحبها، هتبقى حاطك في وسط انرجي رهيبه. تمام، قاعد في مكان شايف فيه كل حاجه انت بتحبها. حلو، وبتعمل حاجه اللي هي بتخدم عليك وبتساعدك وبتسهل حياتك. فدي حاجه حلوه ضد الجيك اللي جواك. تمام، اللي موجود من زمان اللي هو عايزك تعمل حاجات كتير وتعمل حاجات كتير وتعمل الكترونكس وكلمه سر بقى ومش عارف ايه وكاميرات وراحه بقى. يا وطبعا الموضوع ده بعيد قوي. بس ده اول خطوات ان انت تبدا. بس اعمل اي حاجه صغيره كده، ده الخطوه الاولى. ممكن بقى انت تاخد خبره في الموضوع وتبقى افكار تتجمع عندك حته، تقعد تبني المؤسسه بتاعتك او اليوم الروم بتاعك. تقعد بقى تبني كل الكلام ده. نسميها ايه؟ ممكن نسال الناس. تاخد يعني نسميها الزوم دي الحته اللي انت تبقى عايش فيها، الوكر بتاع ايرون مان. الوكر بتاعك هادي يا روبوت المشال بتاعي. بالظبط، هادي. الافكار اللي احنا بنفكر فيها مش بعيده، بس هي فكره كل واحد يقعد ويركز. فكره انت تغلب الكسل. هي الفكره، تغلب الكسل. اول خطوه. تمام كده، خلاص عرفنا رايحين فين؟ عرفنا رايحين فين ان شاء الله. وان شاء الله بكره يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يا ولد مش متابع انت. متابع بس ان شاء الله بكره يبقى احسن. تمام كده.